ضيوف فريد من النكتة على قناة أنفاس بريس، ممثلين معروفين ومشهورين شاركوا في سلسلة ديال تريكة القنب، وقالوا بأن المنفذ الإنتاج هو كوميدي معروف ومشهور أن نصب عليهم وما كملش ليهم الفلوس ديالهم، هذا الشيء اللسان ديالهم. بغيتوا تفاصيل أكثر أجيوا معايا. كيقولوا والله إلا خلصتهم هي ما كتبتيش، حنا ما كنكذبوش، عطيتي لي جوج المليون وعطيتي للسيدة اللي لعب أمك مليون، سمعتي حنا ما كنكذبوش، ولكن داير معك جلوبال 10 ايام بربعه ديال المليون، بعد ما كتحاسب عليك 5 ديال المليون لانك انت المنتج، وقلت لي حيد لي مليون وحيدت لك مليون بقات 4 ديال المليون، جبتي لي 2 المليون وعقد غير معترف به. واش هاد العقد كيخدموا به الناس؟ بعد ما زيرتك على العقد وقلت لك هذا راه ماشي عقد، راه غير مزور، شبيتي فيا شبعتي فيا معيور، شبعتي فيا سبان، ما دويتش بالشهود ديال الجميع، بالشهود ديال الناس كاملين، وكان حاضر واحد الممثل عبد الهادي البنين راه حاضر لكل شيء، ولهذا ما تبقاش تخرج في المنابر وتقول هذا الكلام، هذا راه صعيب عليك. فهاد السيده ولدي ضيعنا ونصب عليا باش يعطوني رزقي، ما عطاونيش رزقي، كيدوزو منا باش كيدوني العروبيه نصور، وهاد بريمير انسيستو كاين حمزه حاضر لكم النصب اللي كنتو كتنصبوا عليا انت ولد اختك، وكتمو جايين وكتقولوا بيناتكم غادي نضحكوا على التباري ونتفلاو عليه، نهزوه مشاو دخلوا البنكه بعد ما وريتوني الورقه ديال الفلوس دازو ياك، كدوزو كدوري البنك وكتدخل كتقول لهم السلام عليكم وكتخرج وكتقول لي الفلوس ما دازوش، ودرتيها النهار الثاني وقلت الفلوس ما دازوش، وانا عارف بان راه الفلوس دازو، سمعتيني، وديتو لي طروازيام جور ما طرقتونيش، خويتو عليا درتو عليا اسمو ومشيتو، ولكن سيد ربي نبهني ولحقت عليكم التماريس كنصورو فيه ياك، ولقيت ليكيب تكنيك حاطين الماتيريال، سولتهم واش كاين تصوير قالوا لي كاين، وعلاش كذبتوا عليا نتوما قلتوا لي ما كاينش تصوير، بعد ما انت يا سفيان تقت فيك وقلتي لي انا اللي غادي نضمنو، غير كمل معنا السلسله، وبقيت كنضرب معكم حتى لحقت الحلقه 26 راني فيها، درت معاه الحلقات تقريبا مشارك فيهم كاملين، يعني انا خدمت معاه جلوبال، لان ما يمكنش لي انا كاب ديالو غادي يكون عندي الهيمنه ديال الحلقات كاملين، ما يمكنش، فكل حلقه كاينه في شكل ملي كيلحقني الدور هو كان كيكذب علينا كيقول لنا كنكتب، انت ما كتكتبش جمله مفيده، الكاتب الحقيقي هو يوسف شكري ولد قنيطره، عقلتي عليه دابا عرفتيه، حقه كان بات نكتب ما كتكتب والو، ما كتكتبش رساله صحيحه، انت كتكذب علينا، والسيد اللي كاتب جا البلاطو في العروبيه وملي شتيه معايا تقرصتي، عرفتي بان غادي يقول لي الحقيقه، انت ما كتكتب والو، انت غير كتسرق اكثر من الحجم ديالو، راه الموضوع هو بسيط، ان ناس ما خدوش المستحقات ديالهم التجاو للقضاء صافي، ما كاين هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش زعما علاش غادي ندخلوا حنايا في مسائل اللي عندنا حنا ظلمنا، مشينا المحكمه راه غادي تسمع لينا، واللي عنده شي حق راه غادي ياخذو كما قلت لك، ما المسائل اللي السيد ما دارش معنا اللي تيقول هو دار الانتاج، ما دارش معنا مسائل قانونيه، كنا متفقين على ان العقد يكون قانوني ويجي ويتصاوب العقد على حقو الطريق وتنتفاجئوا العقد ما فيه لا شحال خدامين لا حتى شي حاجه، وملي هضر معاه سعد قادر ناضو نوض صداع وضارب مع الناس، ملي تيقول لك ما جاوش هضروا معايا وما جاوش تكلموا معايا تفاجئت بحال الناس، بالعكس حنا دخلنا عنده كندخلوا عنده عندنا السكرينات في السب الهضره فهمتي النابيه اللي ما نقدروش نقولوها كما قلتها في فيديو، عاود قلتها احتراما للناس اللي للمشاهدين، كيفاش غتتحاور مع هذا الانسان اللي هو تتهضر معاه تيعايرك بالهضره خايبه وتيبلوكيك وتيعاود ديبلوكيك باش يعاود يعايرك، وتيقول لك حنايا تنشهروا به، حنا ما شهرنا ما حتى شي حاجه، حنا درنا شكايه عاديه عند وكيل جلاله الملك، قالنا غادي نمشيو عند الشرطه القضائيه باش غادي تستمع لكم،
وصافي والقضاء فهمتي هو اللي غيعطي الكلمه ديالو. راه هادشي قلتو اخويا، راه حنا المبلغ المتفق عليه ما شديناش كامل، وحنا كنا نصابه كما تنقولها وتنعاود نقولها، راه هذاك اللي تعطانا جزء من المستحقات ديالنا عطاه لينا بينو بينو كما تنقولوا حنا، راه كن فهمتي اللي معروف على شركه الانتاج تتعطيك غير فلوس دي فريمون تسيني عليها وما سينيناش. وبالرغم من ذلك حنا تنعترفوا تنقولوا ها شحال خدينا واش حال خدينا. اذا انت الا كانت نيته هو صافيه، علاش ما دارش العقود وما دارش المسائل ديالو قانونيه وكل حاجه قانونيه ودلا بها كما تشوف انت في الرد ديالو جابد العقد اللي بينه وبين القناه؟ علاش القناه دارت معك تعاقد قانوني اللي فيه المبلغ وفيه المسائل وفيه كاع المستوى وفيه كاع الشروط؟ علاش؟ حيت هي نيته صافيه وما فيه لا لونفيت ديال الشركه ما فيه حتى شي حاجه، بحال ورقه مكتوبه عند كاتب عمومي فيه راه عقد هذا فيه الاسم ديالي لاكارت الاسم ديالو لاكارت، ما فيهش المبلغ المتفق عليه كما تنعرفوا حنايا واش النهار ولا فورفي ولا هذا ما دايروش. هادشي اللي كاين ملي تريك تلقى النب، تريك تلقى النب هادي حصادنا هاد العمال وبغينا نتعاونوا فيه، هو شاد فيه ياك، هو قال غير 17 مليون اللي شاد، واخا هذيك 17 مليون فين مشات؟ عطيتي للتباري جوج مليون، عطيتي لعزه مليون، انا ما عطيتينيش ريال، وباقي كتفتح راه عندي دي بروف انك كتقول حمزه باقي ما خلصتكش. والبارح خرجتي بواحد الانترفيو في واحد المنبر اعلامي خرجتي كتقول بان راه حمزه باقي ما خلصوش، الوحيد اللي ما علاش ما خلصتينيش، علاش ما بغيتيش تخلصني؟ هذه بحد ذاتها طريقه النصب، بغيتي تنصب على تيباري ما لقيتيش كيفاش حل بالرتيب هذيك جوج المليون، بغيتي تنصب على عزيزه بالرتيب هذيك المليون، الناس اخرين مساكين اللي دراوش عندهم غير 300 درهم من النهار 500 درهم من النهار نصبتي عليهم وبارك عليا حمزه، غير قول لهم قول لهم ما بقيتش خدام معاه، راه عندي اوديو كتقول لي ملي قلت لك فتاح يا بطل باغا تخلص اش قلتي لي؟ قول لهم ما بقيتش خدام معاه، قول لهم ما عرفتوش فين كاين، قول لهم هادي واش نكتب على عباد الله انا اللي جبتهم ممثلين هادو كاملين اللي جبتهم اللي ضامنهم انا هو الموديل الكاستينغ انا اللي ضامنهم انا اللي جبتهم اش كنقول لك افتح تقى الله تقى الله في هادشي راه بزاف كنتمنى من القضاء والسي الحموشي والسي وهبي والوكيل جلاله الملك انهم ياخذوا لنا حقنا لان تظلمنا بزاف وحنا راه ماشي ضامنين هاد السيد قال لك البارح راه مشيت دفعت لهم دعوه ديال التشهير والابتزاز وما عرفت شنو فين فين باقي غادي وهز القران وكتحلف راه حنا اللي خاصنا نديروا هادشي كامل راه حنا دابا انا 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 بغيتو تشوفوا هذاك الشيء لوزو عندي دخلوا عند انستغرام حمزه مستغفر عقلو مزيان حمزه مستغفر ودخلوا انا غنبارطاجي داك لي بروف اللي عندي كاملين فيهم هضره خايبه اسمحوا لي الناس اللي قدو عبد الفتاح تق الله اخر مره بديتي كتبكي على المغاربه وهادي وانت دابا بديتي كتبكي عليهم قلتي لهم انا كاريبيت باغي تنقل مني ياك ها كنقول لك باغي تنقل مني كاريبيت ما عنديش انا كاريبيت مع الجيران انا مبقى عندي والو في الكونت الكونت مخبي الفلوس عاد ولاد اختك والقضاء راه غادي يبحث في هادشي مزيان الفلوس اشنو داروا بهم امتى مشاو فين دخلوا عند من كلشي داكشي غيبحثوا فيه شنو نقول لكم هاد السيد بزاف ما تق الله تق الله تق الله